متجهما وكأن كل غضب الدنيا في تعابيره. لقطة تاريخية لدونالد ترامب بربطة عنقه الحمراء ستتربع على عرش قائمة صور المشاهير الجنائيين في أمريكا باعتباره رئيسا سابقا يثير الجلبة واسمه يسبق حضوره بتهم جنائية شتى. مرحبا بك يا ترامب في هذه التشكيلة، سبقتك إليها روزا باركس المرأة التي أجهضت واحداً من أسوأ قوانين العنصرية في البلاد عام 1956، وأيضاً الممثلة جين فوندا التي استغلت تلك الصورة لكسب آلاف الدولارات لاحقاً. أما هنا رجل عصابات الجريمة آل كابوني فقد التقطت له مرتين خلال 8 أعوام، وهذا نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون الذي اكتسحت صورته حينها غلاف مجلة التايم. كذلك تايجر وودز لاعب الجولف الذي بدت عليه علامة الإعياء بعينين غائرتين، في حين كان الممثل هيو جرانت محرجاً من تلك الفضيحة التي ألمت به. ومن السياسيين كان جون إدواردز الذي أوقف في 2011 لكن الضحكة شقت ثغره. أما حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري فميزت صورته الابتسامة العريضة وكأنها صورة تذكارية لا جنائية.